التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، استمرارية انطلاقات صباح هذا اليوم في ميدان دستور في المرموم بهذا الصباح الجميل وأشواط سن الحقائق في الانطلاقات والتحديات الجميلة. ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته الشوط 19 في أشواط صباح هذا اليوم، وهو الخاص بالإبكار الحقائق، يحمل كذلك في طيات الكثير من سن الحقائق والابكار مع الانتاج والمنتجين. نسير مباشرة الى مقدمة الشوط، وهذه ناصية وهزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري يتقدم على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني مياس سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي على المركز الثاني، والثالث صرح تعود ملكية لراشد بن سعيد بن سالم الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع اشوف ملامح وناصر بن راشد بن سعيد الزرعي يتقدم على المركز الرابع، والمركز الخامس عليه دخول وصلت اليمامة محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي يتقدم مع اليمامة سادس المراكز. اشوف التحرك وهذه خيال سالم بن حمد بن بهيان العامري يتقدم المركز الثامن في هذه اللحظات. الظبي سلطان بن مبارك بن سويد الاكتبي يتقدم، بينما المركز التاسع تقدمت فيه وتواجدت هذه حرير تأتي في هذا الانطلاق الغبشي بن سهيل بالغبشي الشريفي، والمركز العاشر وصلت له كوادر وراشد بن علي بن رشيد الاكتبي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا الاندفاع الجميل في شوطنا التاسع عشر في ميدان دستور في سن الحقائق. مع هذه الانطلاقات نسير مع المركز الأول، نتقدم بالمقدمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. صرح تأتي بالمركز الأول، وراشد بن سعيد بن سالم الشمطي الاكتبي يتقدم بالمركز الأول، يقود مسار الشوط حتى هذه اللحظات. المركز الثاني الهجوم وارد والمطالبة واردة، ملامح ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز خيال، وياتي سالم بن حمد بن بهيان العامري على المركز الثالث. والمركز الرابع اشوف الدخول من قبل مشكورة حمد بن محمد بن عبد الهادي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع. أعود إلى المركز الأول، نعود إلى المقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار. هناك القيادة غيرت على المركز الأول، بدلت ملامح. ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي تتقدم ما شاء الله يا ملامح، شوف أداها الجميل في النهاية. انطلقت بالمركز الأول وباعدت، بينما المركز الثاني صرح لراشد بن سعيد الاكتبي، والمركز الثالث اشوف الدخول من الظبي داود بن سالم الدرعي. ولكن خلاص سلام يا اهالي السلطنه، سلام يا اهالي جعلان السلطنه، سلام ملامح. ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي يا سلام، اشكرك يا ود الشري على هذا الفوز والناموس ما شاء الله. ملامح بن فراد المركز الثاني، الظبي في المركز الثاني، المركز الثاني وصلت فيه الظبي داود بن سالم بن علي الدرعي، والمركز الثالث وصلت في المركز الثالث صرح لراشد بن سعيد بن سالم الشمطي الاكتبي، والمركز الرابع حلت فيه مشكورة لحمد بن محمد بن عبد الهادي
والمركز الخامس الغبشي الشريفي كذلك الذي أتى شعاره على خامس المراكز. هكذا كان الشوط، وأثار تعودي إلى التوقيت الزمني مع مخرجنا 4:37 وثمانية أجزاء من الثانية من قدمت هذا الأداء الجميل ملامح ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي، وحملت السلامات لأهالي جعلان في السلطنة في هذا الانطلاق من المرموم. المركز الثاني 4:40 9 أجزاء من الثانية من أتت في المركز الثاني، وهذه الظبي لداود بن سالم بن علي بن حوير الدرعي حل في المركز الثاني. المركز الثالث 4:41 بالوفاء والتمام من نافسة من بداية هذا الشوط اللي هي صرح لراشد بن سعيد بن سالم الشمطي الاكتبي. هكذا كانت النتيجة للثلاث المراكز بالتوقيت الزمني. تهانينا للجميع.